السلام عليكم. اليوم ان شاء الله مع بعضنا باش نعملوا فيديو جديده. في الفيديو هذايا مانيش باش نستعمل الكارت، باش نستعمل حاجه اخرى اللي هي يبا احبل. دونك نجمو نشوفوا لهنا عن احبل طويل امور واضحه. باه ما الحبل هذا باش نستعملوا زاد احنا حاجه اخرى اللي هي موجوده هنا، واللي هي يوب حبل قصير. دونك شنو هي عندنا؟ عندنا هنا زوز حبولات، واحد طويل واحد قصير. بالطبيعة مش نستعملو كنا هذوما زوز، باش نعملو حاجة أخرى ثالثة، ما نطولش عليكم، اللي هي حبل واحد آخر، حبل متوسط. دونك شنيا عندنا سيدي؟ دونك عندنا لهنا كيما قلت لكم من اللول حبل طويل، ولهنا عندنا حبل قصير، ولهنا عندنا حبل متوسط. باهي سيدي، ثلاث حبلات هذوما مش حال نعمل بيهم أنا خدعة بصرية، أون إليزيون. تصور أنا نعمل هاك تك، يقول ثلاثة قد قد. صدقوني نصور صعيب شويه حتى تشوفوه، اخر الضوء نتاع البيت يقلق. نحاول نسهلها لكم خير. تصور انا نعمل هكا، ناخذ الخيط هكا نجم بشويه 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 حتى هيك شيء يولي ثلاث خيوط قد قد. نصور حاجه غريبه بالحق قد قد. هو هذايا عن الخيط الاولاني، هذايا الخيط الثاني، وهذايا الخيط الثالث. اما نصور انا ثلاث خيوط برشا، هذاك علاه مش ناحي واحد. دونك يوشي يقعد عندنا، يقعدوا عندنا زوز خيوط. نصور زوز خيوط واحد نجم يتبع مليح، اما كان قدام خيط برك هذول خيط. نصور هكا الامور واضحه اكثر. باهي سيدي، للي ما فهمش ولا اللي لاقى حاجه، شنو يعمل عندنا؟ احنا كان عندنا زوز خيوط اللي قدام خيط برك، دونك نحاول نرجعوها كيما كانت، ناخذ مقص نقصوا منا يرجعوا عندنا زوز خيوط. دونك هذا ما يخلطش، من بعد زوز خيوط اللي عندنا احنا هذوما خذيناهم ورديناهم خيط برك، حبل برك. نصور هكا الامور واضحه، الامور عاديه. ما ماهيش عادية الأمور، بيناتنا ماهيش عادية. باهي سيدي، أيا نركزوا طبعا على الحبل اللي بقالنا. نحبكم تو تركزوا مع راس الحبل، مثلا الراس هذايا والراس هذايا. نحبكم تركزوا معاهم بكدا بكدا بكدا، نحاولوا نجربوا حاجة بهم. مثلا باش ناخذوهم احنا هذوما زوز ريوس، نحطهم احنا هنايا، ونجربوا مثلا نبداو. باش ناخذوا الراس الأولاني هذايا نعملوا هكا، نحطوه في يدنا هكا، نحاول نعديه من يدنا، تك يمشي من يدي اليسار، يتعدى على صدري، يهبط من يدي اليمين، ويخرج منها. نصور الأمور واضحة. بالحق خرج شيء غريب، ولا شيء غريب، ما عادش فاهم شيء. هاي سيدي نعاودوها مرة أخرى، نحاولوا نثبتوا. ناخذ توا الراس الثاني، نحاول نعديه احنا منا، نحطوه احنا هكا في يدنا، نحاول نعديه هكا تك يدي اليسار، صدري، تك كتفي اليمين، ويهبط هكا. دونك كيما تشوف شنو صار توا، الله أعلم. زوز ريوس طلع حبل كان هنا ولا هنا. شيء غريب. اي سيدي ما نركزوش برشا معاهم، سيرتو نحبوا الواحد هذوما يدي شنو هي حكايه الريوس طلع حبل اللي تنحى هذا واحد يتلف، ما صار شيء ما صار شيء. اما قالت لي انا حبل عقده مساك الحبل، شي مش نعمل بيه الحبل هذا يعجبك شي تو قلت انه حبل مساك شي مش نعمل بيه. باهي سيدي، اه لقيت حل، لقيت حل. مثلا مش نقول لواحد منكم يقول لي ستوب، مثلا يقول لي ستوب هنا صعبة. باهي ناخذ راس الحبل الزوليوس نجي نحطهم هنايا ونرجعهم وين كان هكا يولي عندنا طم حبل اموره واضحه. اما ثم سؤال راهي الناس الكل قاعد تسال تو يقول لك كيفاش الحبل هذايا عمل هكا وتسكر ولا مسكر ولا عقده مسكر. هي العمليه سهله، انه كل راس من كل جهه، كل راس تاع حبل في اون بيتيت انرجي ستاتيك. كيفاش نخدم الانرجي هذايا؟ انه دو فاسون انا كي ناخذ مثلا الراس هذايا نعدو هكا على مريولي بشوية، من بعد ناخذ الراس هذايا كيف كيف نعدي على مريولي جست نعمل هكا يتسكر. اما توا مشكلة، خاطر كيسو فيه يتسكر، مشكلة كيفاش يتحل توا، ما عنديش عندي حتى حل. اما اوروزمون جاب ربي اني انا كل ما نعمل فيديو ولا فازا ديما نخلي حاجة اون ريزيرف عندي، اوكا او كيما الكا اللي صار توا. انا لهنا شنو عندي؟ عندي الريوس نتاع حبل اون ريزيرف. دونك انا باش ناخذ الريوس نتاع الحبل هذوما، مثلا نجي ندور هنايا نعمل عقدة باهية، بعد ناخذهم نعمل هكا يعاود عنا يرجع عنا حبل امور واضحة، عند زوز الريوس امور واضحة. باهي جوست اللي ما فهمش، اللي ما فهمش شنو هي عندنا، اللي كان عندنا هو ما كانش عندنا ريوس، عندنا حبل مسك. بعد جينا خذينا لهنا لوجنا بلاصه باهيه نحطوا فيها الراس، جينا حطيناهم منا ورجع عندنا حبل امور واضحه.
اما احنا قلنا ركزين برشا مع الراسطه الحبل فكرينا منه خنبدي مثلا تو نحب نركزوا مثلا مع الوصاين تاع الحبل. الوصاين تاع الحبل الامور واضحه ما فيهوش مشاكل. حتى حدك يتاخذ تعمل هيك يعجبكش تو كل شيء بالعكس يا حاج ناخذها اليوم تتنحى مشكلة تو راه لازم تو نحاولوا نرجعوا في ساعه في ساعه هو الراس نتاعو كلاسيك دونك ناخذ احنا راس الحبل هم لك. يب يرجع أموره واضحة. باهي سيدي لهنا بالحق ندخل بعضي وما عادش فاهم حاجة. أما جست نتذكر كان حاجة برك اللي هي احنا بدينا طول متاعنا مش بحبل برك بديناه بزوز حبولات. هذه الحاجة نتذكرها ويظهر لي كان صدقني ربي مش بزوز حبولات بديناه بثلاث حبولات قد قد كما قلت لكم عن هذا الحبل الاولاني الثاني والثالث. اما صحيح بدينا بثلاثه اما بديناش بثلاث حبولات قد قد الاصل الاصيل قلت لكم هي خدعه بصري. احنا بدينا بثلاث حبولات كل واحد عنده طول متاعه واحد طويل واحد قصير واحد متوسط. دونك نتصور انا هذا هو الخيط الطويل سامحوني خاطر باش نحط لهنا باش تولي نحكي بالسيف وذي نصوروا انا هو الخيط المتوسط وذي ان نصوروا اللي هنا قدامنا هو الخيط القصير. تو انا حسب ثلاثه في ثلاثه جو كاسي ليزيون باش نحي نقعد على البصريه واحد اثنين ثلاثه. دونك كيما تنجموا تشوفوا شنو عندنا هنا عندنا الخيط الطويل لهنا الخيط القصير ولهنا الخيط المتوسط. إن شاء الله تكون عجبتكم الفيديو وملتقانا إن شاء الله في فيديو واحد أخرى وإلى اللقاء. باي باي.